عارف يا مروان اني مش واكل معاك ان انا جاي افطر معاك ولا تكونش وحشتني زي ما قلت لك على الباب. انا فعلا جاي لك في حاجه مهمه ومهمه قوي كمان. اللي هي ايه؟ اللي هي لبنى. مالها؟ وايه اللي مالها يا مروان؟ انت راجل فاهم الدنيا ماشيه ازاي كويس. ما يصحش حسن يطلق لبنى، وبعدين انت راجل صعيدي وليك كلمتك وبتفهم في الاصول. ايه هي الاصول ان شاء الله؟ الاصول ان حسن يرجع لبنى، دي مهما كانت مراته. يعني انت جاي تهدي النفوس وتلم الشمل مش كده؟ اه والله، وحيادي النعمه يا شيخ، وانا هكدب عليك؟ طبعا انت سيدي اللي عارفين ان الست ملهاش غير بيت جوزها، وانا عارف ان لبنى غلطت وتستاهل ضرب الجزمه كمان، وانا لو مكان حسن اضربها بالنار. بس هنعمل ايه؟ انت عارف الستات وعمايلهم ناقصات عقل. انا اسف جدا طبعا يا ست زينب، الكلام ده للستات الناقصه، لكن انت ست كامله ما شاء الله عليكي. لبنى رايها ايه؟ لبنى ملهاش راي، اللي انا هقول عليها هيمشي. وبعدين لبنى لو غلطت تاني انا هديها بالجزمه وممكن اضربها بالنار، لان انا لو مكان حسن هقتلها. انا بقول لك الصراحه، وانا جاي لك اهو بقدم لك اللي في ايدي وبقول لك ان احنا غلطانين. ها ايه ردك؟ وريم؟ ريم دي زي العسل، وانا اقول لك عليها انت اكتر واحد عارفها. وانا ما عنديش مانع، بس في الاول وفي الاخر الراي الحسن. تمام اوي، يبقى انا هستنى ردكم. كمل. العسل بالفطير لحد كده زي الفل يا عم مروان. تمام اوي. والشاي كمان؟ الشاي ان شاء الله هنشربه في شقه حسن ولبنى. سلام عليكم. سيد وصل عند الباشا. مروان ازاي الكلام ده؟ يعني ايه ما عندكش مانع انه حسن يرجع البنت دي؟ معقوله؟ زينب انت فاكره ان عادل جاي عشان موضوع لبنى؟ لا، عادل جاي عشان يعرف انا معاه ولا لا. عادل لا يهمه لبنى ولا ريم ولا اي حد في الدنيا غيره هو وبس. كويس انك جيتي. وايه اللي هيخليني ما اجيش؟ يعني انا قلت هتهربي. اهرب من ايه؟ ايه اللي خلاكي تبعتيلي؟ عايزه اعرف ايه اللي جاي. تقصدي ايه؟ بصراحه كده انا عرفت ان القضيه دي ما فيهاش براءه وانها لابساني لابسان. مين اللي قالك الكلام ده؟ هو عرفته وخلاص. ده مش حقيقي. طب يا ست لبنى ما تفهميني كده وترسيني، خليني على نور بدل ما انا عامله زي البهيمه المطلوقه اللي عماله تلف حوالين نفسها ومش عارفه في ايه. هتغيري اقوالك. ازاي يعني؟ هتقولي ان انت ما قتلتيش ولا اي حاجه، وان ساعه جريمه القتل دي انت كنت في مكان تاني، وانا هبقى اقول لك عليه. لا بالراحه كده وفهميني واحده واحده. هنقول ان كريمه زغللت عينك بالفلوس، وانها وعدتك انها مش هتسيبك لو لبستي الليله مكانها، وان اخره القضيه دي يعني سنتين ثلاثه. على فكره المحامي كان جاي الاسبوع ده يفهمك كل ده، بس انت اللي استعجلتي. ها طمنيني، كريمه عامله ايه؟ اهي مرزوعه ولا عايشه ولا ميته. يعني هنسمع اخبار كويسه بعد الحكم تاني؟ معلش ما انا مش هشتري سمك في ميه. يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ اتفضل اتفضل. وحشتني. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا كنت لسه هكلمك. كذاب، انت لا كنت هتكلمني ولا كنت اسمع صوتك. انت جاي تسال على نعيمه؟ لا لا لا، نعيمه اللي اجي اسال عليها، انا جاي لك انت. وحشتك اياك. لا انا جاي لك علشان نتفق. نتفق على ايه؟ على اللي انت قطعت عليه الطريق وخدته. انا قطعت الطريق وخدت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انا هقطع الطريق؟ لا سمح الله على مين يعني؟ مروان انت لو عايز الامور تمشي زي السكينه في الجيتو والسكه تبقى رايحه بيني وبينك انا ما عنديش مانع. وصلني. اوصلك؟ وصلني الناس اللي بره ومين معاهم هنا جوا بيحركهم. وخد بالك انا لو خدت اللي عندك مش هتطلع من البلد دي حي. ليه بس؟ كان ناسي ان انت دخلت مرات السجن. وانا كنت اعرف انها مراتك يا كبير؟ انا ما سمعتش ردك على السؤال.
ايوه بس انت هتستفيد ايه؟ انا شايف يعني انك ما تعرفش احسن. المهم ان المصلحه تمشي. انا احب اشتغل في النور، كل حاجه تبقى قدامي زي عين الشمس. بس خلي بالك، الطلب ده ممكن يخلي الناس اللي بره تاخد منك موقف وحش قوي. قول لهم انت بس وكل حاجه هتبقى زي العسل. طب واللي ليه عندك؟ كلم حسن. اصل حسن هو بتاع ترتيب النسب دي، الحاجات الصغيره دي انا بسيبها له. يوه فين حسن المعسل؟ اصل الواد ده باجا ما بيفهمش، دايما بيتاخر. تصدق بياخد 300 جنيه عشان يجيب لي حجر معسل. ايه مش عايز تقول حاجه نايمه ولا ايه؟ متشكر يا مروان بيه. ايه الله، تعالى يا نعيمه في زياره عشانك. مين؟ عاملة ايه يا نعيم؟ وحشتيني، قلت اجي اطمن عليكي. انت عاوزة مني ايه؟ عاوز منك ايه يا ست البنات؟ انا بس قلت اجي اسأل عليكي، محتاجة حاجة كويسة ولا لا؟ ماضي يا نعيم، رايحة فين؟ بقى انا جاي اقعد معاكي واشوفك، تسيبيني وتمشي كده؟ من غير لف ودوران، عاوزة مني ايه؟ انا ما بلفش وادور. يعني انا مثلا هكون عايزة منك ايه؟ هموتك مثلا؟ انا مش عايزة روحك انت، انا عايزة روح ابنك. خدي حقك مني زي ما انت عايزة، انما ابني لا، انت فاهمة؟ وانا ابني كان ايه؟ لو قربتي من ابني يا ريتال هقتلك. فاهمة يعني ايه هقتلك؟ لما نشوف. طول الوقت من وانا صغيرة بسمع كلام يخليني ما ارفعش سماعة التليفون حتى على عمي، ولا على مراته، ولا ولاده، ولا اي حد من قرايبنا، حتى خالي. الرجالة في عيلتنا يا عزت لما بتختلف مع بعض محدش بيعمل حساب التاني، كله بيفكر ياخد حقه وبس. عارف ده سبب لي مشكله كبيره قوي لما كبرت. عارف ايه هي؟ ايه؟ ماما كانت دايما تقول لي ان في مشاكل في العيله، وان الناس دايما بتتخانق ومحدش بيزور حد، وشايفه ان كل المشاكل دي بقى سببها جبريل. اقول لك على حاجه وما تستغربيش. قول. انا كمان عمر ما كانت العلاقات عندي في العيله كويسه، بس انا بابا كان عنيد، كان دايما يتخانق مع ماما عشان خاطر عمي وولاد عمي.